والآن وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية يستعرضها لنا من جديد محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا محمد وشكرا دينا. وإلى أخبار الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والرجاء البحرية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 32-21، الإسكندرية 27-20، مطروح 26-20، وبورسعيد 27-20، الإسماعيلية 32-21، وإلى السويس 33-21، العريش 28-20، طابة 34-25، شرم الشيخ 37-26، والغردقة 37-27، وإلى الأقصر 38-28، أسوان 39-29، الوادي الجديد 39-29، شلاتين 36-27، حلايب 33-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.